لا يمكن. أنا تنسير واحد الجامعة فيها ضغط كبير، وكان فظيع. تل 2011 كان فظيع، كانت عندنا 600 أستاذ فقط باحث. اليوم الأمر ليس فظيعا، ولكنه ما زال فيه نقص. اليوم عندنا 1200 أستاذ من بعد 4 سنوات. تبعوا معي، من 1984 ل 2011 600، اليوم ولينا 1200 مزيان. ولكن هذه 1200 أنا كان أعتبر أن دخلت 600 جديدة. أين هي؟ أين هي في المنشورات، في المقالات؟ اللي دخل عندنا مفروض عنده دكتورة، مفروض أنه طلبت من واحد بعث لي زرتي كل 5. إذن الوقع يجب أن يكون مباشرا. إذن ليس الأمر متعلقا، عندما يتعلق الأمر هذه النخبة التي أراها أمامي، ليس متعلقا بموظف ورقم تأجير. يتعلق الأمر بإضافة نوعية، يتعلق الأمر بقيمة مضافة حقيقية ملموسة يجب أن في اعتقادي أن نبدأ منها. بالطبع القدامى قال له الجديد له كذا، والبليلة تفرط فيه. القدامى كذلك هم النبراس، هم المؤسسون، هم المؤطرون. وبالتالي عندنا واحد الخصاص خصنا نتداركوه، ماشي خصاص الآن طبيعي، لأن المؤسسات عندها 10 سنين في عمرها. مفروض أن نتداركوه في مجال البحث من خلال فتح مزيد من التكوينات وتسجيل عدد كافي للطلبة الباحثين اللي هما غادي يساعدونا في ما أشرتم إليه السيد الرئيس قبل قليل. والإخوة بغينا نديرو أناطلس، بغينا نعرفوا واش كيشرب الزيش وكيشرب البيوض. الزميل اللي كان معايا قبل شربنا أتاي قال لي راه قيل لي بأن هناك 40 أطروحة الآن اللي منشورة حول البيوض. إذن كفر جورد باش نجمعوهم نعرفوا واش توقع، شنو اللي صالحة اللي ما صالحاش، شنو عندها وقع مباشر، شنو إمكانية التطبيق، وهكذا دواليك. خصنا نوجدوا التقنيين اللي غادي يخدموا في نور ويخدموا في غير نور في السينما، ولكن كيخصنا نبقى عندنا بعد النظر في مجال البحث العلمي. الزميل السحبي غادي يتكلم على داكشي اكثر مني، وكان اعتقد انه البدايه الحقيقيه هي هذه، لان هذه شحنه. انا شخصيا اقولها بكل صدق، شحنه حقيقيه هي دايره بالدارجه بحال التصرفيقه، كنسموها بفصحى الشحنه. ويجب ان نستنهض الهمام، وكان اعتقد ان حضور هاد الناس، كنقول قبيله السيده الوزيره السابقه ديالنا الصديقه الاستاذه سميه، قلت لها البحث الطياره كلها كانت كتكلم على البحث العلمي، راه كاين شي حوايج ما كنتابوش ليهم، كنركبوا الطياره كنمشيو في الكار كنركبوا في الطوموبيل، ولكن جينا في واحد الطياره كتكلم على البحث العلمي. ركبنا مع واحد جوج الاخوان جابونا في الطياره انا والسي منضو، لقينا راسنا في السياره ما كنعرفوش بعضنا. واحد كيتكلم على البيولوجي موليكولير كيقول لها ضيعين، ما كنعرفوش بعضنا، ما قدمناش نفوسنا. واحد كيتكلم على البيولوجي عندنا بروجي في الدار البيضاء، واحد جاي امريكان، واحد من كذا، واحد كيقول الجامعه، واحد كيقول هذا. الشيء اللي ماشي سهل في المغرب، تكلم على كل شيء الا البحث. قدرت تكلم على واحد على البقاع، على البيع والشراء، على كذا، ولكن البحث اتونسيون يجب ان يكون. لذلك اقول بان ربما السيد الرئيس انا كنقترح لكم تعاونوا، احنا موجودين، احنا اولا في مؤسسات عموميه لا يمكن الا ان نكون في منخرطين. ولكن كنعتقد ان اول شيء خصنا نبداو به مع الناس وخاصه الحاضرين في المؤسسات، ونبداو بشي تقارب حقيقي بين جامعه متقاربين الحمد لله احنا في سي بي او كذا، ولكن بين الاساتذه اللي كيشتغلوا الباحثين والادارات والطلبه اللي كاينين في ورزات واللي كاينين في درعا. لن اطيل عليكم، غادي تكون الورشات لتعميق النقاش.